يعلق كثير من الناس هدانا الله وإياه على البيوت رأس ثور أو أعين الذئاب أو حافر أو نعل قديمة أو إطارات السيارات أو بعض الأشجار أو بعض الأصداف اللي تؤخذ من البحر أو الخرق القديمة البالية أو حافر الفرس أو كتابات، حتى أن البعض يعني يكتب كتابات شركية وبعض الأشياء التي هي من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. الكف، الخرز الزرقاء، النعل القديمة، لماذا؟ قال لأنها تدفع العين، تدفع الجن والشياطين. هذا هو الشرك الأكبر الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار، هو الله سبحانه وتعالى. وإذا قال هي أسباب، جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لدفع العين، نقول هذا هو الشرك الأصغر، لأننا بهذا اعتقدنا وجعلنا ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سببا. لا يمكن أن نضع هذه الأشياء على البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت ولديه دواب ولديه أولاد، لم يضع شيئا من هذا على بيته. الذي يحفظ لنا هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى.